مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض أول ليكتشر متعلقة بالإي ليرنينج بالمادة بتاعتنا بالبرينسبلز أوف أكاونتنج 2 اللي هي فاينانشال أكاونتنج 2. طبعا إحنا في المحاضرات اللي قبل كده طبعا أخدنا طبعا أول تشابتر، اهتمينا بالتشابتر الاولاني اللي هي تعتبر منهج فاينانشال اكاونتنج 2 اللي هي البرنسبلز اوف اكاونتنج 2 اللي هي الادجاستنج انترست اللي هي التسويات الجرديه. طبعا الادجاستنج انترست طبعا التسويات الجرديه، بمعنى ان حضرتك الادجاستنج انترست دي التسويات الجرديه دي بتتعمل بعد لما بتيجي تعمل الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتك اللي هي الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. ففي الاخر بتعمل حاجه اسمها ادجاستنج انترست. الادجاستنج انترست دي الحاجات دي المحاسب بيكتشفها في نهايه السنه، وبالتالي طبعا محتاج ان حضرتك بتعمل حاجه اسمها موديفيكيشنز، تعديلات من خلال الاديشنال داتا اللي انا مديها لك في المساله في البروبلم اللي احنا هنحلها دلوقتي مع بعض. من خلال الاديشنال داتا بتبتدي حضرتك تشتغل تعمل لها موديفيكيشن من خلال الحاجات المفروض اللي تتعمل اللي هي المفروض كانت تتعمل وما اتعملتش. طيب نقرا كده مع بعض this problem. قال لك طبعا given the following unadjusted trial balance 31 December 2018. طبعا مدي لسيادتك هنا السكادجول اللي هو مديها لسيادتك حضرتك طبعا السكادجول اللي هي عبارة عن ال unadjusted ترايل بالانس. الان ادجاست ترايل بالانس ده بيعتبر ميزان المراجعه اللي هي مش معمول لها ان ادجاستد. طبعا ترايل بالانس اللي هو بيتعمل افتر ذا بوست تو ليدجر. طبعا حضرتك طبعا احنا درسنا مع بعض الترم اللي فات في فاينانشال اكاونتنج 1، اخدنا حاجه اسمها الاكاونتنج سايكل اللي هي الدوره المحاسبيه. الاكاونتنج سايكل الدوره المحاسبيه اللي هي عباره عن ان انت ازاي بعلمك كنت بتعمل هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال، وبعد ما بتعمل هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال نمبر 2 ازاي تعمل بوستنج تو ليدجر، بعد ما بتعمل بوستنج تو ليدجر بتعمل نمبر 3 بريبير تو ترايل بالانس، وبعد ما بتعمل بريبير تو ترايل بالانس بتعمل في الاخر ايه بقى بريبير تو ذا فاينانشال ستيتمنتس. Financial statements اللي هي that means the income statement and balance sheet. طيب طبعا دي ال unadjusted trial balance ده ميزان المراجعه اللي قبل ما تتعمل لها unadjusted. فهو بيقول لسيادتك بقى في نهايه السنه لما جه يتعمل في حاجات اسمها additional information، معلومات اضافيه. ال additional information محتاجه ان انت تعدل، محتاج you need to make the trans the you need to make the modification for these items. محتاج ان حضرتك تعمل تعديلات، التعديلات دي من خلال الترايل بالانس اللي تعمل لها ايه بقى adjusting ليها. فطبعا ده ال additional information، وطالب من سيادتك في required prepare adjusting journal and adjusted trial ايه trial balance. نقرا كده مع بعض نمبر 1 في الجورنال انترست. طبعا هنا في الجورنال انترست عند سيادتك هنا نمبر A بيقول لسيادتك انشورنس was paid for 3 years، بيقول لك ان حضرتك دافع انشورنس. انشورنس دي بتعتبر بالنسبه للشركه اكسبنسز ولا ريفينيو؟ طبعا معروف ان الانشورنس على طول الرولز بتاعتها الانشورنس يبقى this is that means is a is expenses. طيب والاكسبنسز ان اكاونتنج النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ معروف ان اكاونتنج ذا اكسبنسز ذا نيتشر از expenses by debit and the nature is revenue by a by credit. يبقى معروف ان الاكسبنسز از ديبت والايه والريفينيو از كريدت، ده النيتشر بتاعتها. فهو بيقول لحضرتك هنا الانشورنس was paid for 3 years، بيقول لك هو دافع تامينات لقدام was paid for 3 years، دافع تامينات لقدام لثلاث سنين لقدام. هو حضرتك لما بتعمل ترايل بالانس انت بتعمل ترايل بالانس for 3 years or annually، لا انت بتعملها سنويا or annually. فبالتالي يبقى انا دلوقتي محتاج كده، هو بيقول لسيادتك نقرا كده مع بعض، دور كده على كلمه انشورنس جوه unadjusted trial balance، بيقول لك او prepaid insurance ب 150,000 150,000 اي بقى كام؟ prepaid insurance دافع مصاريف تأمين مقدم 150,000. هو في الأساس كلمة prepaid أساسا debit ولا credit؟ لا ده هو بيقول لسيادتك إن prepaid أساسا قاعدة، إن هو بيقول لك prepaid expenses automatic is debit. طبعا هنا for now prepaid عندك محتاج إن أنت تعمل لها increase ولا decrease؟ لا ده أنا محتاج إن أنا هعمل لها decrease. you need to make the decrease. ليه the decrease؟ إن هو بيقول لسيادتك إن أنت دافع you paid the insurance 150، يبقى 150 يبقى هتقول 150,000 divided by 3
ايكوال كام؟ 50,000. يعني هو بيقول لسيادتك ان انت كل سنه هتدفع كام؟ 50,000 ايجيبشن باوندز، يعني كل سنه هتدفع 50,000 من 150، فانت على مدار الثلاث سنين انت دافع كام؟ 150,000 ايجيبشن باوندز. يبقى فور ناو هاو تو ريكوردنج ان ذا ادجاستنج جورنال. اول حاجه هنا كده في الحاله دي البريبيد، محتاج ان انت كده هتعمل لها يو نيد تو ميك ذا انكريز اور يو نيد تو ميك ذا ديكريز. لا يو نيد تو ميك ذا ديكريز، فلما تعمل you need to make the decrease by prepaid in insurance يبقى this is debit or credit. credit ليه credit؟ عشان هو في الاساس prepaid debit، لما يتعمل لها decreased هتبقى by ايه؟ by credit. فهتكتب هنا by credit prepaid insurance بكام؟ ب 50,000. بس طبعا انا ما ببتديش بالcredit، انا ببتدي في الاكونتنج معروف ان الجورنالايز بتبقى عباره عن schedules items debit credit. ببتدي هنا في الاول ايه بقى؟ الانشورنس اكسبنس، ان طبعا معروف كلمه اكسبنس ان اكونتنج النيتشر بتاعها ديبت، وطبعا الاكسبنس والايتم اللي انت شغال عليه عن الانشورنس، فهتكتب هنا انشورنس اكسبنس باي ديبت اند باي كريدت بريبايد انشورنس. طبعا الاكسبلينيشن بنقول ادجاستنج بريبايد انشورنس بكام بقى؟ ويتش نمبر؟ هتاخد ال 150,000 ديفايدد باي 3، يبقى كل سنه هتدفع كام؟ 50,000 ايجيبشن باوند. يبقى كده في الحاله دي لما هتيجي تسجل عندك في الريكوردنج، لما تيجي تعمل ريكوردنج تو ذا ترايل بالانس هتسجلها بكام بقى؟ 150,000 ولا اور 50,000؟ لا 50,000 ايجيبشن باوندز. طيب كده خلصنا اول نقطه نمبر ايه، بنتكلم عن الانشورنس ووز بيد فور 3 ييرز. طيب نمبر 2 بيقول لك السبلايز، السبلايز اوف 3000 ايجيبشن باوندز ار اون هاند ات يير ات ان ذا ات ذا اند اوف يير 2018. بيقول سيادتك هنا السبلايز، ادوات الكتابيه السبلايز بتدفع كام؟ يو بايد ذا سبلايز ايه؟ قال لك ان انت عندك يو بايد ذا سبلايز، نرجع كده للبروبلم، قال لك السبلايز يو بايد ذا سبلايز انوالي ب 10,000 ايجيبشن باوندز، واللي اتبقى معاك سبلايز اون هاند 3000. يبقى السبلايز اون يوز دي كام عندك؟ اللي انت استخدمته كام؟ يبقى 10,000 ماينس 3000 equal 7000. يبقى 7000 ده كده معناه supplies unused، اللي انت استخدمته، الحاجة اللي انت استخدمتها. فانت تعمل دلوقتي how to recording in the adjusting journals. طبعا ايه بقى لما تيجي تعمل you need to make the adjusting journals، هتبقى هنا supplies في الحالة دي 10,000، هي ما بقتش 10,000، ان هي اللي تبقى معاك 3000، يبقى اللي انت استخدمته كام؟ 7000، صح ولا لا؟ يبقى اللي انت استخدمته 7000. طبعا الحاجه اللي انت بتستخدمها دي تعتبر بالنسبه للشركه، بالنسبه لفورسيز كومباني، ايه؟ اكسبنسز اور ريفينيو؟ اكسبنسز، والاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ النيتشر بتاعها ديبت. فبنكتب هنا السبلايز اكسبنس طبعا باللي انت استخدمته 7000، وهتكتب باي كريدت ان هي على انها ايه؟ سبلايز. طبعا هنا البيتوين براكتس طبعا الادجاستنج طبعا سبلايز، الاكسبلينيشن بنقول adjusting ايه؟ ايه؟ adjusting supplies. طبعا ثواني هنا المفروض تبقى ايه كابيتال؟ adjusting ايه؟ supplies. تمام كده؟ يبقى كده خلصنا نمبر ايه؟ نمبر 2. طيب نمبر 3 بنتكلم عن الماشين depreciation ب 10%. بيقول لك ان depreciation of machines 10%. طيب depreciation ده يا جماعة معناها ايه؟ معنى كلمة depreciation، depreciation معناها كلمة اهلاك او استهلاك، الحاجة اللي انت الحاجة اللي بتهلك او اللي بتستهلك خلاص، بيحصل لها للماشينز، بتحصل لها اي عملية اهلاك للdepreciation، ده بيحصل معاك في الفيكسد اسيتس وزاوت ايه؟ لاند. الحاجه الوحيده اللي بتبقى وزاوت لان مش محتاجه اللي هي اساسا ما بتعملها، اللي محتاجه مش محتاجه ان هي تتعمل لها ديبريشيشن هي اللاند. اي حاجه اني فيكسد اسيتس، اي ايتمز في الفيكسد اسيتس بتتعمل لها ديبريشيشنز. زي ايه؟ زي الماشينز، عندك اله، الاله دي الماشينز، عندك الايكويبمنت، عندك ايه تاني غير الايكويبمنت؟ عندك البيلدينجز، ماشي، عندك الكارز، التراكس، كل دول بيحصل لهم ايه بقى؟ عمليه ديبريشيشن، اهلاك، ان القيمه اللي انت بتجيبها اول مره سعرها بعد فتره زمنيه او بعد عمر، بعد وقت مده زمنيه معينه بيحصل لها عمر افتراضي، فالعمر الافتراضي القيمه نفسها بتقل، بيحصل لها عمليه اهلاك. فبالتالي لما بيحصل لها عمليه اهلاك بيتقال عليها ان اكاونتنج ديبريشيشن، خلاص. فحضرتك عشان تحسب هاو تو كالكوليت ذا ديبريشيشن فور ذيس ايتم، عندك الديبريشيشن، عندك يو هاف
تو ميثودز. هناخد ذا فيرست ميثودز اللي هي بطريقه الستريت لاين ميثود. بطريقه الستريت لاين ميثود هاو تو كالكوليت ذا ديبريشيشن باي ذا ستريت لاين ميثود. بطريقه الستريت لاين ميثودز بطريقه الستريت لاين ميثود عباره عن انت بتاخد الماشين ال 300000 multiply ال 10 percentage ال 10 over 100 equal 30,000. اهو سجلناها على انها 30,000. والديبريشيشن دي ان اكاونتنج حاجه بتستهلك، دي بتعتبر بالنسبه لفورسيز كومباني تبقى اكسبنس اور ريفينيو. اكسبنس والديبريشيشن ان اكسبنس، طبعا الاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت اور كريدت. ديبت، فبنكتب هنا الديبريشيشن اكسبنس باي ديبت اند باي كريدت، بنسميها اكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز. يبقى شكل الانتري هيبقى عبارة عن بتكتب depreciation expense ب 30,000. جت منين ال 30,000؟ بتاخد الماشين اهي ال 300,000 multiply 10 over 100 equal 30,000. يبقى 30,000 هتكتبها in debit by debit depreciation expense and by credit اللي هي accumulated depreciation machines. طيب خلصنا نمبر 3. نمبر 4 بنتكلم عن الفيز earned ب 60,000 from the unearned fees revenue. كلمة unearned، unearned fees revenue معنى ايه؟ كلمة unearned fees revenue، unearned fees revenue يعني معناه ان حضرتك بتقد واخد فلوس بس انت لسه ما قدمتش الخدمة. يعني تعتبر انت واخد فلوس من الناس، معناه الايراد الغير مكتسب. باللغة العربية بنسميها الايراد الغير مكتسب، الـ unearned fees revenue. الـ unearned fees revenue ده اللي يعتبر الايراد الغير مكتسب. الايراد الغير مكتسب يعني ايه؟ يعني انت واخد ايراد، واخد فلوس من الناس بس انت لسه ما قدمتش الخدمه دي، ما قدمتش الخدمه دي للناس. فبالتالي هنا بيقول لسيادتك هنا الـ unearned fees revenue بكام؟ 110. وبيقول لك لسيادتك هنا الفيز ريفينيو بكام؟ الفيز ايرند بكام؟ ب 60,000. يعني هو كده معناه ان هو بيقول لك ان الايراد الغير مكتسب اللي انت واخده من الناس، خلاص انت لسه ما قدمتش الخدمه، ايراد غير مكتسب يعني ايراد انت المفروض اخدت ان ايرند فيز ريفينيو وانت لسه ما قدمتش الخدمه دي مقابل الخدمه. فعشان ما قدمتش مقابل الخدمه بتاعتك، فبالتالي انت ما بتسجلش الخدمه، انت ما بتسجلش الايراد الغير مكتسب، انت بتسجل اللي انت حققت بيه مكسب. الفيز ايرند، الفيز ايرند كام عندك؟ ب 60 ايه؟ ب 60,000. فبيسجل عندك في الجورنالايز ان هي 60,000 هو ده اللي بيحقق لك فيز ريفينيو. والفيز ريفينيو اساسا النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ طبعا النيتشر بتاعها باي كريدت. فبتكتب هنا باي كريدت فيز ريفينيو، وبنكتب هنا الاكسبلينيشن ادجاستنج انترست ايه ريفينيو، ان هو بيتكلم هنا عن الادجاستنج ايه؟ عن الادجاستنج مش interest، لا الادجاستنج فيز ريفينيو. سوري هنا في غلطه، هنا المفروض هنا اللي هتتكتب فيز، الادجاستنج فيز، الادجاستنج اهي الادجاستنج فيز ريفينيو. تمام. طب طبعا هنا طبعا عرفنا ان المساله دي ريفينيو، والريفينيو اساسا الفيز ريفينيو النيتشر بتاعها كريدت، فعشان كده احنا بنكتبها في الكريدت الفيز ريفينيو. طب بس طبعا معروف ان انا ما ببتديش بالكريدت، انا ببتدي بالديبت. فطبعا هنكتب انها ايه في الديبت بقى؟ هنكتب بقى الحاجات، هنكتب على انها ان ايرند فيز ريفينيو، ان طبعا البند اللي انت شغال عليه شغال على ان ايرند فيز ريفينيو، فانت بتسجل بقى بالان ايرند فيز ريفينيو. هو بيقول لسيادتك ان انت عندك الايراد الغير مكتسب اللي انت ما حققتوش بكام؟ ب 110، صح ولا لا؟ الان ايرند فيز ريفينيو ويتش نمبر ب 110 ايه ايجيبشن باوندز. هو بيقول لسيادتك ان الان ايرند فيز ريفينيو هو ما بتسجلش بالان ايرند، انت بتسجل بالايرند اللي انت حققت فيه المكسب. فالفيز ايرند بكام عندك؟ ب 60,000. فانت بتسجل في الجورنالايز انترست بالايرند، ها بالفيز ايرند بكام؟ ب 60,000. فطبعا الفيز ايرند ده المكسب الايراد اللي انت حققته فعلي، خلاص المكسب اللي انت قدمت بيه الخدمه بتاعتك، اللي انت قدمت فيه الخدمه بتاعتك من 110 لكام؟ ل 60,000. طبعا ايه ده المكسب اللي انت حققت فيه الايه الخدمه بتاعتك. فبتكتبها على انها بقى ايه ان ايرند فيز ريفينيو باي ديبت اند باي كريدت فيز ريفينيو. وطبعا الاكسبلينيشن بنقول ادجاستنج فيز ريفينيو. طيب اللي بعده هنا بنقول الكوميشن earned but not yet recorded and not yet collected 50,000 Egyptian pounds. بيقول لسيادتك ان في كوميشن earned، حققت عمولة كوميشن earned but not yet recorded، ما تسجلتش، but not yet
recorded and not yet collected وما حصلتهاش and not yet collected by 50,000 by 50,000 Egyptian pounds. بيقول لي سيادتك ان الكوميشن ريفينيو بكام عندك؟ 400 ايه 400 بيقول لك الكوميشن ريفينيو الفلوس اللي انت حصلتها بكام؟ ب 400,000 Egyptian pounds. بيقول لك بقى المفروض في حاجات لسه ما اتسجلتش but not yet recorded and not yet ايه collected بكام؟ ب 50,000 فهتسجل عندك بال 50,000 على انها ايه بقى يعتبر كده ليك فلوس ولا عليك فلوس؟ ده انا ليا فلوس ان ايه؟ ان في حاجات المفروض لسه ما سجلتش وما خدتهاش. لسه في فلوس المفروض ما اتسجلتش وما خدتهاش فبالتالي يعتبر ليا فلوس لما يبقى ليا فلوس في الريفينيو بنسميها accrued commission revenue يبقى accrued commission revenue by debit خلاص ان انا ليا فلوس واي حاجه لما يبقى ليا فلوس بيتحط عندك في الديبت يبقى accrued commission revenue وفي الكريدت على انها commission revenue ان الريفينيو اساسا في الاساس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت كريدت فبنكتب طبعا هنا الاكسبلينيشن ادجاستنج بس طبعا هنا مش فيز هتبقى ايه كوميشن ريفينيو تمام طيب ندخل على اللي بعده بيقول لك هنا الانيوال سالاريز اكسبنس ب 70,000 بيقول لك ان المصاريف المرتبات السنويه الانيوال سالاريز اكسبنس ب 50,000 هو بيقول لي سيادتك هنا السالاريز اكسبنسز بكام ب 50,000 بيقول لك اكتشف ان هو المفروض ما يدفعش 50 يدفع ما يدفعش 50,000 يدفع كام 70,000 يبقى ليه ولا عليه لا طبعا يبقى عليه فلوس عليه كام الفرق الديفرنس بتوين ذم 20,000 لما يبقى عليه فلوس بتبقى ديبت ولا كريدت زي ما اتفقنا لما يبقى ليه فلوس بتبقى ديبت لما يبقى عليه فلوس بيبقى كريدت فطبعا لما يبقى عليه فلوس بتبقى اكرود سالاريز وطبعا احنا البند اللي انت شغال عليه سالاريز اكسبنس والاكسبنس اساسا السالاريز اكسبنس الاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت ديبت فبتكتب هنا سالاريز اكسبنس ديبت اند باي كريدت على انها اكرود سالاريز طبعا الاكسبلينيشن ادجاستنج سالاريز اكسبنس طبعا بكام الفرق طبعا الديفرنس ما بين ال 50,000 وال 70,000 الفرق كان ما بينهم 20,000 اخر واحده بيقول لك the annual rent is 5000 Egyptian pounds بيقول لك ان الايجار السنوي اللي بيدفع كام 5000 5000 هو بيقول هنا بيتكلم هنا على انها prepaid دافع prepaid rent ايجار خلاص لقدام 30,000 هو المفروض السنوي كام 5000 يبقى حضرتك انت هتسجل بال5 ايه بال5000 هنا كده يعتبر البريبايد محتاج ان هي بريبايد رنت محتاج كده فور ناو محتاج ان انت تعمل لها انكريز ولا ديكريز لا ده انا كده محتاج ان انا اعمل لها ديكريز ليه ان انت دافع بريبايد رنت لقدام خلاص ب 30,000 هو بيقول لي سيادتك ده انيوال رنت بكام السنه دي ب 5000 فلما تيجي تعمل هاو تو ريكورد ان ادجاستنج انترست انت بتعمل بالانيوال بتاعت السنه دي الانيوال السنوي فهتسجل بال 5 ايه بال 5000 وطبعا الرنت ده في الاكاونتنج معروف ان هي اكسبنس ولا ريفينيو اكسبنس والاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت النيتشر بتاعها ديبت فبنكتب هنا رنت اكسبنس باي ديبت اند باي كريدت على انها دي ان هي ايه prepaid rent بكام بقى مش بال 30,000 بكام اللي انا مديهولك في الاديشنال انفورميشن بال 5000 تمام يبقى كده احنا عملنا الفيرست ريكوايرد البريبير ادجاستنج جورنال طيب نمبر 2 بقى في السكند ريكوير طالب من سيادتك تعمل ادجاستد ترايل بالانس ازاي بقى تعمل الترايل بالانس افتر ادجاستنج ازاي بقى ان انا هعمل الترايل بالانس افتر ادجاستنج طبعا ادي اهو السكجول اللي هو مديها لسيادتك هتعمل بقى ايه بقى دي الان ادجاستد ترايل بالانس طبعا هنا مش هنسميها ان ادجاستد هنا بقى هنسميها الادجاستد هنا في غلطه برضو معلش المفروض هنا مش ان هتبقى ايه بقى وزاوت ان هتبقى ادجاستد ايه بقى ترايل بالانس ان حضرتك هتعمل بقى ترايل بالانس بقى ايه افتر ادجاستد افتر ادجاستنج طيب افتر ادجاستنج هنرجع بقى للبروبلم نفسها ادي اهو السكادول اللي هو مديها لسيادتك هتنقل الايتيمز اللي موجوده هنا كلها هنقلها اهو هنقل الايتيمز دي كلها موجوده عندي هنا في المساله في البروبلم هننقلها وهنزود عليها حاجات طيب ادي اهو حضرتك بتعمل سكادجول للترايل بالانس افتر ادجاستنج اللي مسميها ادجاستد ترايل بالانس هنمسك الكاش اول ايتم عندك الكاش الكاش بكام ب 700 ايه 700,000 ايجيبشن باوند 700,000 طبعا احنا ما اتكلمناش هنا خالص في المساله عن الكاش نهائي وما حصلهاش اي موديفيكيشن طبعا لما حصل ما حصلش معاها اني موديفيكيشن يبقى هناخدها ذا سيم نمبر 700,000
700,000. طيب هندخل على اللي بعدها، اللاند. اللاند كام؟ 900,000. طبعا 900,000 زي ما هي. ليه؟ عشان برضو في المسألة ما فيش حاجة ما اتكلمتش هنا عن الايه، عن اللاند. اللي بعده السبلايز. السبلايز هنا السبلايز كان بكام؟ ب 10,000. حصل لها تعديلات. بص كده عندك في السبلايز، السبلايز حصل لها تعديل ان هي بقت كام، اللي انت استخدمته كام من ال 10,000 7,000. بص بقى يا جماعة خدها قاعدة، هنا ديبت وهنا كريدت، ديبت وكريدت. بص بقى هنا في حالة لما تيجي تعمل بقى ترايل بالانس افتر ادجاستنج، في قاعدة مهمة جدا حضرتك لازم تبقى انت عارفها. بص بقى لما بتلاقي ديبت مع ديبت بعمل لها ايه؟ سم. يعني ايه سم؟ يعني ايه؟ معناها ان انا بجمعها. كريدت مع كريدت برضو بتعمل لها سم. طيب ديبت مع كريدت بتعمل لها increase او بتعمل لها سوري بتعمل لها decrease، بتعمل لها deducted. طيب credit مع debit برضو بتعمل لها deducted. يبقى الرولز بتاعتنا حضرتك عشان لما تيجي تعمل trial balance after adjusting، لما تلاقي debit في trial balance under adjusting مع debit في journal entries، debit مع debit معناه ان انا ايه؟ هجمع. خلاص محتاج ان انت، معناه ان انا ايه؟ هجمع، ان انت محتاج تعمل sum. خلاص. ولما يبقى ديبت مع كريدت ما ايه معناها ان انت حضرتك تعمل لها ديدكتد. ازاي؟ ادي اهو حضرتك سبلايز. السبلايز كام عندك؟ ب 10,000. طبعا هي في الاساس ديبت ولا كريدت؟ هي ديبت. 10,000 السبلايز الاساس بتاعها ديبت ب 10 ايه؟ ب 10,000. طيب والسبلايز هنا عندك ديبت ولا كريدت؟ كريدت. يبقى ديبت مع كريدت كده في الحاله دي محتاج ان انت حضرتك تعمل لها سام اور ديدكتد. لا ديدكتد. يبقى 10-7 equal ايه؟ 3. وطبعا هتتحط في الاساس ان هي في الايه؟ في الديبت. اهي محطوطة في الاساس ان هي في الديبت. تاني السبلايز كام عند سيادتك؟ 10,000. هي في الاساس ديبت ولا كريدت؟ ديبت. طيب نرجع للجورنالايز انترست، استخدمناها استخدمناها واضحة عندك هنا لما جيت عملت لها adjusting. لما جيت حضرتك عملت جورنالايز انترست باي adjusting بكام؟ السبلايز عندك كانت محطوطة في الكريدت بكام؟ ب 7. يبقى 10-7 equal ايه؟ equal 3. طبعا ليه ماينس؟ عشان حضرتك هنا ديبت مع كريدت معناه ان حضرتك محتاج ان انت تعمل لها ديدكتد. بنطرح تمام. طب اللي بعده prepaid insurance بكام؟ 100 ايه؟ 150,000. طبعا ديبت ولا كريدت؟ ديبت. هنا اتكلمنا على انها prepaid insurance بكام؟ ب 50,000. ديبت ولا كريدت؟ كريدت. يبقى طبعا ايه 150-50 equal ايه 100، وتتحط في الاساس على انها ايه ديبت. تاني بيقول سيادتك هنا prepaid insurance بكام؟ 150. هي في الاساس ديبت ولا كريدت؟ ديبت. طيب هنا اتكلمنا على prepaid insurance ذكرناها في الايه؟ في الجورنالايز انترست. ما في البريبيد انشورنس محطوط عند سيادتك هنا ديبت ولا كريدت؟ كريدت. كام الكريدت عندك؟ الرقم 50. طبعا قاعده بتقول لك لما يبقى ديبت مع كريدت بتعمل لها ديدكتد. بطرح يبقى في بالتالي يبقى 150-50 ايكوال كام بقى؟ 100. هتتحط في المكان بتاعها اللي هي الايه؟ الديبت. اهي اللي بعده البريبيد رنت بكام؟ البريبيد رنت ب 30. صح؟ ان ديبت ولا كريدت؟ ديبت. طيب قايل لك هنا البريبيد رنت ديبت ولا كريدت؟ كريدت. 5 يبقى ايه 30-5 ايكوال ايه 25، وتحط في الاساس على انها ايه ديبت. طيب اللي بعده الماشينز كام؟ الماشين عندك طبعا ب 300,000. هنا ما اتكلمش خالص عن الماشين، ما فيش كلمه ماشين هنا اصلا، هنا بيتكلم عن الديبريشيشن ماشين. طبعا لا هو بيتكلم عن الماشين بس، لا طبعا هناخد الرقم زي ما هو في الديبت، هيتحط زي ما هو في الايه في الديبت ب 300. طيب اللي بعده الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشين بكام؟ ب 9000. ديبت ولا كريدت؟ كريدت. نشوف هنا في اكيوميليتد في اكيوميليتد ديبريشيشن ماشين بكام؟ ب 30. يبقى 90 plus 30 equal 120.
هو محطوطة في الكريدت. ليه طبعا ايه ليه في الكريدت؟ عشان القاعدة بتقول لسيادتك ان اساسا الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشين النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ كريدت. كريدت مع كريدت اكيوميليتد ديبريشيشن ماشين، يبقى كريدت كريدت مع كريدت هتبقى سم، ان انا هجمع سم يبقى 90 بلس 30 ايكوال ايه 120. اهي اللي بعده اللون. اللون كان عند سيادتك كام في الكريدت؟ 160. طبعا يبقى 160 زي ما هي، ان في المساله ما اتكلمناش خالص عن اللون. نفس القصه بالنسبه للاكونتس بيبل بكام؟ 40. يبقى ال 40 هتنزل زي ما هي ايه 40، تمام؟ عشان برضو في المساله ما اتكلمناش عن الاكونتس بيبل. اللي بعده الان ايرند فيز ريفينيو بكام؟ الان ايرند فيز ريفينيو في الكريدت 110. في ان ايرند في ان ايرند فيز ريفينيو ب 60 في الديبت. طبعا كريدت مع ديبت هنحتاج حضرتك تعمل لها سام اور ديدكتد. لا ديدكتد هطرح، يبقى كام 110 ماينس 60 ايكوال ايه 50. ان هو بيقول سيادتك اهو ان في الاساس الان ايرند بكام 110 في الكريدت، في الكريدت وهتتحط في مكانها زي ما هو في الكريدت، يبقى 110 كريدت. وفي اللي عندك في الادجاستنج انترست انت ذكرت الان ايرند ان احنا شلنا منها ال 60، طبعا يبقى 110 ديدكتد 60 هيتبقى معاك كام 50 اللي هي الان ايرند 50 ان الان ايرند 50000 اللي هي الان ايرند فيز ريفينيو باي كريدت ب 50000. طبعا ده المبلغ اللي اتبقى لسه معاك ايرادات، الايراد الغير مكتسب اللي لسه انت لسه ما قدمتش الخدمه دي للايه للناس. طيب اللي بعده عندك الكابيتال. الكابيتال بكام؟ بالرقم اللي موجود عند سيادتك في الكريدت بتنقله زي ما هو في الكريدت. طبعا عشان الكابيتال ما جبناش سيرته اصلا في الادجاستنج انترست. طيب اللي بعده عندك الفيز ريفينيو. كام الفيز ريفينيو؟ ب 200. شوف هنا في فيز ريفينيو مكتوب عندك فيز ريفينيو ب 60. طبعا في الديبت ولا كريدت؟ في الكريدت. طبعا يبقى ايه كريدت مع كريدت، يبقى هتعمل لها ايه سم، يبقى 200 بلس 60 يبقى ايكوال ايه 200 ايه 260. تمام. طيب اللي بعده الكوميشن ريفينيو 400 كريدت، هي في الاساس محطوطه في الكريدت. طيب الكوميشن ريفينيو عندك ديبت ولا كريدت؟ برضو في الكريدت، يبقى كريدت مع كريدت ايه هتبقى محتاج ان انت تعمل لها سم، يبقى 400 يبقى ايه يبقى الكوميشن عندك اهو ال 400 ال 400 بلس ايه بلس 50 يبقى ايكوال 400 ايه 450. تمام، محطوطه طبعا في الكريدت ان هي النيتشر بتاعها في الايه في الكريدت كوميشن ريفينيو. تمام كده. طيب خلصنا كده الكوميشن ريفينيو، ندخل بقى على السالاريز اكسبنس. السالاريز اكسبنس عندك الديبت بتاعه كام 50. طب في عندك سالاريز اكسبنس في الديبت، الديبت مع الديبت بجمع، يبقى ايه ديبت مع ديبت مع ديبت بعمل لها ايه سم، يبقى طبعا ايه 50 بلس 20 اهو السالاريز اكسبنس اهو 20 يبقى كام 70 اهو، يبقى السالاريز اكسبنس ب 70. طيب اللي بعده هنا بيقول لي سيادتك الادفيرتايزنج اكسبنس ب 70. طبعا هنا ما اتكلمناش عن الادفيرتايزنج اصلا في المساله فبنقلها زي ما هي ب 70. طب اللي بعدها عندك اليوتيليتيز اكسبنس بكام؟ ب 50. هنذكر عندك اليوتيليتيز اكسبنس ب 50. كده احنا خلصنا اللي ايه اللي موجود عندك اللي جوه السكادجول اللي احنا استخدم في الان ادجاستد ترايل بالانس. خلاص انت عملت لها ادجاستد ترايل بالانس، عملت التعديلات، فاضل ايه تاني بقى؟ هنزود عليها الحاجات اللي فاضله من الجورنال انترست اللي احنا لسه ما خدناهاش. زي ايه بقى؟ هو حضرتك هنمسك انتري الانتري الاولانيه، احنا خدنا البريبايد، البريبايد انشورنس خلاص اوريدي انت ذكرتها، بص كده هتلاقيها في بريبايد انشورنس خلاص انت اوريدي ايه ذكرتها عندك، صح ولا لا؟ طيب عندك الانشورنس اكسبنس خلاص اوريدي برضو احنا ايه اتكلمنا عنها. سوري انت دلوقتي كده حضرتك احنا خدنا البريبايد انشورنس بكام؟ ب 50. فاضل ايه اللي احنا لسه ما خدناهاش في الديبت؟ الانشورنس اكسبنس في المحطوطه في الديبت اللي هيتحط في الديبت ب 50. بص كده عندك في ترايل بالانس في كلمه انشورنس اكسبنس لحد كلمة utilities expense، احنا وصلنا لحد utilities expense لحد نهاية الايه
الترايل بالانس اللي موجوده عند سيادتك، اليوتيليتيز اكسبنس بكام؟ ب 50,000، اهو اليوتيليتيز اكسبنس ب 50 ايه؟ ب 50,000 عندك. طيب هنا بقى هنرجع بقى للجورنال انترست وهنشوف الحاجات اللي فاضله اللي لسه ما خدناهاش هنزودها في الايه، في الادجستد ترايل بالانس. فعندك هنا في اول انتري البريبايد انشورنس خلاص اوريدي انت خدتها اهو، ذكرت عندك. التانية اللي لسه ما خدتهاش اللي هي الانشورنس اكسبنس كام في الديبت؟ ب 50,000 اهو، هنكتبها عندنا الانشورنس اكسبنس ب 50,000. طبعا هي مش مكتوبة بالترتيب بس مش مهم، تمام خلاص ذكرناها. طيب تاني انتري، السكند انتري، خدنا السبلايز صح، السبلايز اوريدي اتذكرت عندك. بص كده عندك السبلايز اوريدي مذكورة عندك. ايه اللي لسه ما اتذكرتش عندك؟ ما اتذكرتش عندك الايه؟ السبلايز اكسبنس بكام؟ ب 7,000 بالديبت اهي، السبلايز اكسبنس اهي في الديبت ب 7,000. طيب ندخل على الانتري الثالثه، الاكيوم الديبريشيشن اكسبنس مش ما اتذكرتش عندك، فبنذكرها عندك في الديبت اهو، الديبريشيشن اكسبنس بكام؟ ب 30,000 اهو الديبريشيشن اكسبنس. طب الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز اللي في الكريدت خلاص اوريدي احنا استخدمناه، خلاص الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشين خلاص اوريدي استخدمناها ومش هنكتبها تاني. طيب الان ايرنت فيز ريفينيو، الان ايرنت فيز ريفينيو اوريدي انت استخدمتها، الان ايرنت اهو فين الان ايرنت، اه الان ايرنت فيز ريفينيو خلاص انت استخدمتها. طيب الفيز ريفينيو خلاص، ها اللي بعده الفيز ريفينيو، اه انت اوريدي استخدمتها برضو تاني اهي الفيز ريفينيو، الحاجه اللي انت استخدمتها خلاص ما بكررهاش تاني. طيب الاكروت كوميشن ريفينيو ما ذكرناهاش عندك، الاكروت كوميشن ريفينيو بكام؟ ب 50,000 باي ديبت، او هنزود اهو الاكروت كوميشن ريفينيو ب 50,000. طيب هنكتب هنا باي كريدت الكوميشن ريفينيو، موجوده عندك ذكرناها قبل كده، اه ذكرناها قبل كده الكوميشن ريفينيو. طيب اللي بعده السالاريز اكسبنس كتبناها، اعتقد ان احنا اتكلمنا عن السالاريز اكسبنس، اه اتكلمنا عنها اتحطت في الديبت. طيب الاكرود سالاريز لا ما كتبناهاش، فهتزود الاكرود سالاريز اهي، الاكرود سالاريز بكام؟ ب 20,000 في الكريدت الاكرود سالاريز. طيب اللي بعده الرنت اكسبنس بكام؟ ب 5,000 في الديبت اهو، زودنا الرنت اكسبنس في الديبت ب 5,000. طيب والبريبايد رنت اوريدي مذكوره عندك، انت اوريدي ذكرتها عندك وخلاص فمش هكتبها تاني، تمام. فزودنا الحاجات اللي فاضله، زودنا الحاجات اللي فاضله من الجورنال انترست زودناها في الترايل بالانس افتر ادجستد. حضرتك لما هتيجي تجمع ان لازم يطلع الترايل بالانس الديبت ايكوال الكريدت، لما نجمع التوتال ديبت هيطلع معاك 2,360,000، ولما تيجي تجمع التوتال كريدت هيطلع معاك 2,360,000، ان هما في الاخر لازم يطلع التوتالز ايه بقى؟ الديبت ايكوال الكريدت. يبقى كده حضرتك، يبقى كده عملنا السكند ريكوايرد اللي هو طالب من سيادتك المساله بتاعتك اللي هي الادجستد ترايل بالانس. يبقى كده عملت في الريكوايرد نمبر 1 ذا فيرست بريبير ادجستنج جورنال، ونمبر 2 عملت في السكند ريكوايرد الادجستد ترايل بالانس. وكده يعتبر النهارده شرحت لكم اول بروبلم ان هي متعلقه بالادجستنج انترست، مساله بدي لسيادتك الان ادجستد ترايل بالانس، بدي لك ترايل بالانس ان ادجستد، وبطلب من سيادتك بدي لك اديشنال انفورميشن معلومات اضافيه. من خلال الاديشنال انفورميشن محتاج ان حضرتك يو نيد تو ميك ذا موديفيكيشن فور ذيس ايتمز، لما تعمل يو نيد تو ميك ذا موديفيكيشن فور ذيس ايتمز محتاج ان حضرتك تعمل جورنالايز انترست افتر ادجستنج، وبعد كده حضرتك بتعمل بعد كده ترايل بالانس افتر ادجستنج اللي هي الايه، افتر ادجستنج اللي هي ذات مينز الادجستد ترايل بالانس. وشكرا.